بعد السماح لأقارب الدرجة الثانية بقيادة سيارة ذوي الإعاقة 9 شروط للترخيص والمستندات المطلوبة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا وسهلا بكم متابعين القناة الكرام، معكم مصطفى بشير. النهاردة معنا موضوع جديد من مواضيع المصالح الحكومية، حنتعرف في موضوعنا النهاردة بعد الموافقة من لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب على السماح لأقارب الدرجة الثانية بقيادة سيارة ذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة. حنتعرف مع بعض على الشروط وعلى الأوراق المطلوبة وكيفية أو إجراءات استخراج رخصة سيارة ذوي الإعاقة بعد استلامها. طيب، قبل ما نشوف تفصيل الموضوع ياريت نعمل اشتراك في القناة لو بتشاهدنا لأول مرة علشان يوصلك كل جديد في المصالح الحكومية. وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب أمس الأحد على السماح لأقارب من الدرجة الثانية بقيادة سيارة ذوي الإعاقة وعدم تغريمهم، حيث اشتكى الكثير من أولياء الأمور لذوي الإعاقة من توقيفهم في اللجان المرورية وتغريمهم. وقد وافقت اللجنة على إرسال مذكرة بالتعديلات الجديدة على قانون ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 آلية للجهات المعنية، وفيما يلي نستعرض شروط وخطوات الحصول على رخصة قيادة لذوي الاحتياجات الخاصة. طيب، نبدأ بالإجراءات، إجراءات ترخيص سيارات ذوي الإعاقة. أولا، التوجه إلى الإدارة العامة للمرور التابع لها محل سكن مقدم الطلب. ثانيا، تقديم طلب استخراج رخصة قيادة خاصة على النموذج المعد لذلك سواء كانت لسيارة خاصة أو لدراجة نارية. ثالثا، إجراءات اختبار شفوي في قواعد المرور وآدابه. رابعا، إجراءات اختبار عملي في القيادة على السيارة أو الدراجة المجهزة لحالة مقدم الطلب. خامسا، إصدار الرخصة لمقدم الطلب. سادسا، يجب أن يقدم مقدم الطلب في دائرة قسم وحدة المرور المقدم للخدمة. يعني المفروض انه الشخص اللي رايح يعمل ترخيص لذوي الرخصة لسيارة ذوي الاحتياج الخاصة يذهب لنقطة مرور او دائرة قسم المرور الخاص بالمنطقة بتاعته. سابعا، ان يكون الحد الادنى لسن مقدم الطلب 18 سنة. ثامنا، لابد من موافقة القمسيون الطبي للمواطن على احقيته في قيادة سيارة او دراجة نارية مجهزة. طيب، تعالوا نتعرف مع بعض على المستندات المطلوبة. تاسعا، هذا بالإضافة إلى إحضار المستندات الآتية عند التوجه إلى قسم المرور. واحد، صورة بطاقة الرقم القومي ثارية مع الإطلاع على الأصل. قرار القمسيون الطبي العام لحالة مقدم الطلب الصحية وأحقيته في الحصول على سيارة مجهزة أو دراجة نارية وقيادتها. أصل المؤهل الدراسي وصورة منه في حالة عدم إثبات المؤهل ببطاقة الرقم القومي. لمقدم الطلب، نموذج الاختيار الشفوي، نموذج الاختبار العملي، رخص التسيير، المركبة التي تم الإجراء اختبارات القيادة عليها، ملف الترخيص. طيب، دي كانت الأوراق أو بعض الأوراق المطلوبة في ترخيص سيارة ذوي الإعاقة بعد استلامها. شكرا لحسن استماعكم، كان معكم مصطفى بشير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.